محمد. أتى محمد ومعه عمه العباس بن عبد المطلب. ها؟ وفيما حضور العباس وهو لا يزال على دين قومه؟ سنعرف الآن، هيا بنا. يا معشر الأوس والخزرج، إن محمدا كما علمتم في عزة من قومه ومنعة في بلده، ولكنه رأى أن يطمئن إلى عهدكم معه وينحاز إليكم ويلحق بكم في يثرب مهاجرا، فإن كنتم ترون أنكم تستطيعون الوفاء بما عاهدتم وتمنعونه ممن خالفه فأنتم وذلك، وإن كنتم لا تطمئنون إلى تنفيذ عهدكم معه فتخذلونه بعد الخروج إليكم فدعوه من الآن، فهو منا ونحن له. يا سيد قريش، والذي بعث محمدا بالحق نبيا لنمنعنه مما نمنع عنه أصلا، فليبايعنا رسول الله، فنحن أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. إذن فهذا محمد عند الشجرة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. هذه نكبة جديدة، هذا أسوأ خبر سمعته في حياتي. ولم كل هذا الخوف يا أبتي؟ آخ، الاتحاد قوة يا سارة. كيف تتكلم عن الاتحاد وأتباع محمد المشردون في المكان؟ يا لك من بلها. هاجر البعض منهم إلى الحبشة هاربا من تعذيب قريش لهم، ومن بقي هنا فهو بين سجين أو معذب أو مطرود إلى الجبال بين الجوع والعطش. وهل غاب عنك الأنصار من أهل يثرب الذين بايعوا محمد لينصروه ويمنعوه؟ إنهم في بلد بعيد وعددهم قليل. هل قليل؟ لقد كانوا في أول الأمر 6 فقط، وبعد مضي عام واحد أقبل وفد منهم يضم 73 رجلا وامرأتين، وأصبح للمسلمين اليوم قوة هائلة في يثرب، وانتشر الإسلام في كل مكان، وأصبحت كلمة محمد تجد النصر والتأييد. والويل لنا، الويل لنا. وما الخطر في ذلك يا أبي؟ الخطر، كل الخطر، أن يهاجر إليهم محمد مع كل من أسلم من أهل مكة. الخطر، كل الخطر، أن ينتقل أتباع محمد في مكة إلى أتباعه في المدينة ويتحدوا هناك بعيدا عن أعين قريش، وينظموا أمورهم فيما بينهم ويستتب الأمر بينهم. عندئذ تصبح يثرب نقطة انطلاق للإسلام. هل أنت متشائم يا أبتي؟ داود يقدر الأمور حق قدرها يا سارة. وما الذي تراه؟ لو كان الأمر بيدي لقتلت كل مسلم. البتر هو العلاج، القتل هو الدواء. هدام الدام يا قريش، وإلا لن ينفع الندم. يا إخوة الإسلام، هذا الرجل، هذا عمل التطوير مولى أبي بكر الصديق. يا إخوة الإسلام، يا إخوة الإسلام، رسول الله يأمركم بالهجرة فورا إلى يثرب، وهو يبشركم هناك بخير دار وخير جوار. هيا يا إخوة الإسلام، بادروا فورا إلى الهجرة قبل أن تنتبه قريش للأمر، وكفاكم ما عذبكم به المشركون هنا. تعسا لأعداء الله نترك ديارنا بسببهم. Thank you.
أنت هنا والقوم قد هاجروا إلى يثرب؟ إلى يثرب؟ لقد أعددت متاعي انتظارا لهذا النبأ، ولكن خبرني يا عامر، ألن يهاجر الرسول معنا؟ لعل الله لم يأذن له بالهجرة بعد. أيظل بمفرده بين هؤلاء الكفرة المتوحشين؟ سيبقى معه أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. ألم يأذن الرسول لهما بالهجرة؟ لم يأذن بعد، وقال لأبي بكر: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبة. لعله عليه الصلاة والسلام يعني نفسه حين قال ذلك. هذا ما يطمع فيه الصديق، ولذا فقد اشترى جملين ودفع بهما إلى الدليل عبد الله بن أريقط يرعاهما لميعادهما. أنعم بها من صحبة، ولكم كنت أتمنى أن أكون بجوار رسول الله. لا تعصي أمره يا حبيبة. عصمني الله من المعصية يا عامر، سأهاجر. كنت أود أن أكون رفيقا لك في الطريق. لا عليك يا عامر، لن يخذلني الطريق وأنا أسير في نور الله. أما بك من حاجة إلى شيء يا حبيبة؟ هل تعطيني عصاك؟ هي لك. لا حاجة لك بها يا حبيبة. زيد، أنت هنا يا زيد؟ أتيت لأكون لك رفيق الطريق إذا شئت. أنعم بك من رفيق. كم أنا سعيد يا حبيبة وأنا أصحبك إلى يثرب، كأني أزفك إلى أخي فارس حتى يتم هناؤك. لا هناء لي يا زيد، والرسول باق في مكة بين أعداء الله. الله الله يدفعون الناس هكذا عن دار الندوة. يبدو أن اجتماع اليوم ذو خطر كبير يا أسيد. كيف لا يا سراقة، وهو يضم أشراف بني عبد شمس وبني نوفل وبني عبد الدار وبني أسد وبني مخزوم وبني سهم وبني جمح وغيرهم مما لا يعد من أشراف قريش. ترى فيما اجتماعهم على هذه الصورة؟ لقد طار صوابهم من هجرة المسلمين إلى يثرب وانضمامهم إلى أمثالهم هناك، وأيقنوا أن محمدا قد أجمع لحربهم، ولذلك فهم يحذرون أشد الحذر من خروجه إليهم. إذن فسينظرون في أمره الآن. لقد أصبح أمر محمد خطيرا، وأتباعه يزيدون رغم التهديد والتعذيب والتنكيل، فأجمعوا فيه رأيا. احبسوه في الحديد، أغلقوا عليه بابا حتى يصير